دائما الحديث عن أي نوع من الضبوط المتعلقة بغذاء فاسد بأمن يخص أو بشيء يخص أمن الغذائي للمواطن وسلامة الغذاء للمواطن. هذا الموضوع يسعد المواطن عندما أسمع عن أي ضبط لأي شخص فاسد، لأي شحنة فاسدة، لأي مستودع يحوي مواد فاسدة، مواد غذائية فاسدة. بالتأكيد أي مواطن سيسر بهذا الموضوع وسيكون هذا خبر جيد، هذا خبر يستحق أن يغطى من الإعلام ويستحق الإضاءة عليه، وخصوصا عندما تشيع فكرة أنه كل شيء بينحل بالمصاري، وأن الرشوة استحكمت واستفحلت في نفوس كل القائمين على مفاصل الرقابة في سوريا وبكل الجهات، وأنه بالمصاري كل شيء بيمشي. لا، في نواحي لا ما بتمشي بالمصاري، وفي شيء ما بيمشي بالرشوة، وفي شيء يعني بالتأكيد هناك قانون وهناك ضمير، ما زال هناك ضمير. وهذا الأمر الطبيعي، يعني عندما يتعلق الأمر بمواد فاسدة، مواد غذائية فاسدة، فليعلم بهذه الحالة حتى الشخص الذي يفكر بالرشوة أنه يرتشي من الموظفين ومن المراقبين ومن المتابعين، فليعلم أنه ربما تكون أسرته هي ضحية لهذا الغذاء الفاسد، ربما يكون ابنه ضحية لهذا الغذاء الفاسد. وبالتالي الأمر هنا يتعلق بسلامة المواطنين جميعا، وبسلامة هذا المراقب نفسه، وبسلامة أسرته، وبسلامة عائلته، وسلامة محيطه. فإذا عندما يكون الأمر يتعلق بالناحية الغذائية للمواطن، هنا نقول يجب أن تكون هناك صحوة للقانون، وصحوة للضمير، وصحوة لشعور المواطنة، وصحوة للوازع الديني، للوازع الأخلاقي، ولكل شيء يمكن أن يكون هنا بهذه الحالة حاجزا وسدا منيعا أمام أي نوع من التلاعب وأي نوع من الفساد. نسمع عادة عن ضبوط بهذا الأمر، وأنا دائما كنت عبر هذا البرنامج كنت أدعو مديريات التجارة الداخلية في المحافظات إلى أن تعلن مباشرة، وهي تعلن بطبيعتها، تعلن على صفحاتها وتعلن على صفحة الوزارة، وترسل لوسائل الإعلام صور وفيديوهات عن ما تم ضبطه. خلي المواطن يعرف أنه في ناس عم تتابع هذا الأمر، وأنه الأمر الذي يتعلق بسلامة الغذاء هو أمر متابع ومحاسب. عندما نسمع عن لحوم فاسدة، عندما نسمع عن استخدام فضلات الفروج التي تسمى نتر الفروج التي تطحن والتي يعاد تصنيعها مرة أخرى حتى تكون غذاء للمواطن، عندما نسمع عن أسماك مجهولة المصدر، ما هو السمك وهو طازج يا دوب الواحد عم يأمن يشتري، وإذا إن لم يكن يثق بالمصدر الذي أتت عبره هذه الأسماك، فكيف الحال إذن مع شيء مجهول المصدر ولا معروف شو هو ولا معروف من وين من أين جاء؟ هنا نقول المتابعة يجب أن تكون، ومتابعة الإعلام أيضا يجب أن تكون أشد وأوضح. ضيفي للحديث بهذه الفقرة الأستاذ نائل سمندر، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق. أهلا ومرحبا فيك أستاذ نائل. يا أهلا بك. هلا أستاذ. أهلا وسهلا. كويس أنه لساتنا عم نسمع عن هذا النوع من العمليات، عمليات ضبط أطنان. يعني يا ريت الحديث عن كيلو كليين ولا عن بضع كيلوغرامات هنا وهناك، أطنان من اللحوم الفاسدة أو الفضلات اللي بالأساس المفروض هاي ترمى أو تروح تطعم للحيوانات. طبعا هي القصة ظهرت، هي نحن حتى بين لك شغلة، نحن بالبداية دائما عم نمسك وبشكل يومي وبشكل أسبوعي كميات قد تكون مقدرة بين 400 و500 و600 كيلو، لكن الفترة الأخيرة ظهرت انتشرت بأكثر من محل، فبنتيجة التنسيق مع كل الجهات المعنية بالمحافظة عملنا حملة منظمة على معامل نتر الفروج بالذات. طبعا مثل ما شفتوا النتائج كانت، الكميات كانت كبيرة بالأطنان، مستودع واحد تم ضبط حوالي 13 طن، تخيل 13 طن، هذا من بقايا فضلات الفروج، يعني نتر الفروج بيتجمع وبيرجع. خلينا نعرف النتر شو هو. هو القفص، هو القفص العظمي، هو القفص، وشو بيضل منه لحم، هذا كلياته بينشغل بالنتر يعني، وبيتجمع بيتجمع بيرجع بيحطوا له مواد بهارات بينفرم يعني، لكانه بصير مثل الكباب. نعم، يعني هذا كله بينطحن مع طبعا بعضه. يعني حتى بعض منه يخلط مع اللحم بحيث انه يعني يعطي طعمة اللحم يعني. نعم. طب هو بالاساس المحلات ليش بتكون حاويته عنده؟ يعني ليش بيكون موجود؟ احنا بنسمع انه شو بيقولوا بعض اللي بده يلاقي حجة، بيقول والله نحن كنا رايحين نرميه، كنا نحن عم نجمعه مشان نروح نتخلص منه، او نروح نبيعه لمربي الكلاب او الحيوانات اللي بتاكل.
هني بالأساس ليش بيكونوا حاوينه مشان شو؟ هي القصة مقصودة بهذا الموضوع. نعم. قولا واحدا، لأنه نحن يعني نحن أي واحد بيشتري فروج بده يشيل عنه العظم بيشيله، بيترك العظم لحال واللحم لحال. نعم. فهو بيتقصد إنه يترك كمية بسيطة من هاي المادة بحيث إنه يتاجر فيها، طبعا هاي بتأدي لربح وبتأدي لها هي نتيجة غش طبعا. طيب هلا نحن إذا نتابع مصدر هذه هذا الدتر أو هذا الشيء، مو المسالخ بالأساس طبعًا. هي اللي عم تقوم بهذا الموضوع طبعًا. يعني أنتوا عم تضبطوها بالمسالخ ولا بمحلات أخرى أو مستودعات؟ لا هي أخرى. هي بالمسالخ وجودها أمر طبيعي شرعي. نعم. نعم. ولكن وجودها وقت تتجمع بأحد الأماكن بأماكن معينة وبشكل مخفي وبالليل وبيجيبوا عمال خاصين لهذا الموضوع بتجميعها ووضع بهذا الشكل، طبعا ما بعرف اذا الصور موجوده في المقاطع نعم. حتى عم نتابع فهذا شو شايفهم فروج هلا هذا موضوع ثاني، هذا فروج نافق يعني نعم. كمان ضبطنا باحد مناطق الريف كميه مرتين ضبطنا حوالي 200 فروج ومره حوالي 90 فروج، طبعا كله بضربه ضرب اثنين يعني بالميت نعم. كليان كل واحد فكلاته فروج ميت نعم. يعني او كان رح بيموت نتيجه مرض بيرجعوا بيذبحوا يهموك على انه هو مذبوح ودمه اساته فيه نعم. تم ضبطهم بالفتره نعم. الماضيه نعم. نعم. تعرف قديش تحدثنا استاذ نائل بحلقاتنا عن مع مربي الدجاج واصحاب المداجن وجماعه المداجن بشكل عام والقائمين على تربيه الدواجن او شؤون الدواجن، وكنا نحذر دائما قلنا بسبب ارتفاع الاسعار قد يلجأ بعض مربي الفروج إلى أن يحتفظوا بالطيور النافقة ويروحوا يذبحوها وينزلوها على السوق. قال لا مستحيل هذا الشيء، هذا الشيء لا يمكن أنه يصير ولا يمكن أنه يكون، وأنه الضمير ما مات لهالدرجة وأنه حس المواطني ما زال موجود وأنه مستحيل حدا يعمل هيك. هلا طبعا ليكو أنا عم شوفهم بعينها لا طبعا طبعا إحنا ما عم نقول أنه كل الناس هيك لا أكيد في ناس عم تشتغل لمجرد أن توجد حالة واحدة معناتها أنه طبعًا الأمر موجود طبعا. وهذا ما إجا هذا الشيء غير نتيجة التعاون، يعني أنا هاي الصور هذا المستودعات هي أول من يومين. هذا وين؟ طبعا هاي بأحد مناطق مخيم جرمانو. نعم. طبعا يعني المؤسف بالموضوع استاذ نزار على نعم. انه يعني ما بدنا نحمل يعني موضوع التعاون شيء مهم، هذا المسلخ اللي شايفينه جنبه بنايات على يمينه وعلى يساره وناس ساكنين وعم يشوفوا اللحم وعم يشوفوا الروائح والله منظر لحاله منظر يعني اذا بتشوف بصيبك كوليرا بس من تشوفها طبعا من تشوف بصيبك امراض اشكال الوان طبعا شو اسمه الجلد كمان يعني بينحط بيدغش مع الشاورما طبعا. هلا بتلاقوا بعض شايف هي في على طرفه اللحم، هذا اللحم اللي عم نحكي عنه نحن نعم اللي بيتجمع وطبعا هلا بتلاقي اكياس طبعا كمان ضبطنا هون بنفس ليك هذا فروج نافق. شوف هذا المنظر، شوف يا الحشرات اللي يا رب دخيلك اللي موجودة والله شيء هاي السيارة لك. هاي السيارة كمان كان فيها كمية كبيرة طبعا مثل ما قلت لك يعني من شكل انه الجيران شايفين يعني احنا كمان ما بدنا نحمل يعني كان تليفون حدا يخبرنا بهذا الموضوع بتنحل كثير اشياء نعم. باتجاه الصحة وباتجاه الغش المواد الغذائية نعم. يعني هلا احنا عم نشوف هذه الصور اللي هي من ضمن المكان اللي ضبط، عم نتحدث عن كميات كبيره بنقدر نقول اطنان استاذ. هلا هون هي هذا ضبطنا فيه أربعة طن طبعا أربعة طن من لحم بهذا المنظر طبعاً. بهذا طبعاً. المنظر المقرف اللي عم نشوفه تقبل حيوانات ان تاكل من هذا الشيء او حتى انه تدخل على هذا المكان؟ يعني حتى لو كانت البضاعه الموجوده صالحه للاستهلاك على هذه القذارة وهالوساخة وهالشيء اللي عم نشوفه يستحق انه تتكسر ايديه وينقصوا اصابعه صاحب هذا المكان، لانه لا ضمير ولا ذمة ولا اي نوع من الرقابة. هنا اقول بضرورة التشدد بموضوع المتابعة، بموضوع المراقبة، بموضوع الابلاغ. يعني هون المفروض يكون الموضوع واضح جدا، وكل مواطن مسؤول عن هذا الشيء اللي عم يشوفه عندما يكون بمحيطه. ما في والله موضوع انه والله قطع ارزاق، انه والله اذا بلغنا عنه نحن عم نقطع رزقه، خليه تقطع عنقه للي بيكون هذا الشيء، مو بس انه يقطع رزقه الشخص اللي عم يشتغل بهذا الشغل، واللي نحن عم نروح بعدين نشتري ونطعمي اولادنا
ونحن عم ناكل من هذا الأكل اللي ممكن يكون موجود اليوم بأي مكان. يعني أي مواطن سوري اليوم عرضة لأنه يكون هو بالصدفة هو وأحد أفراد أسرته عم يأكلوا من هذا الطعام اللي عم يشوفه نحن قدامنا. طبعا أستاذ نزار من فترة أسبوع نحن والتنسيق مع فرع الأمن الجنائي بريف دمشق تم ضبط سيارة بأحد مناطق عربين، سيارة تحمل مواد فروج نثر الفروج. نعم. طبعا فحصنا السيارة طبعا فيها مادة مخالفة. نتيجة التحقيق السريع من الشباب مع الأمن الجنائي اعترفوا على أنهم آخذينه لأحد مستودعات بمدينة دمشق. تم مداهمة هذا المكان الساعة حوالي 3 الصباح. طبعا بكل الكمية كانت حكينا 13 طن ونص من المواد مثل هي اللي شفناها. 13 طن هدول بطعموا مدينة هدول. طبعا عاملينه مركز. هلأ أحيانا دمشق مستهدفة بهي الكميات كونه يعني الإجر أو الحركة فيها أكثر شغالة أجر غريبة فبتمشي يعني نعم. هي القصة. طبعا بالإضافة بفترة الماضية كمان تم ضبط حوالي طن ونص من السمك مجهول المصدر. نعم. طبعا نحن عم نحاول قدر الإمكان يعني مثل ما برجع بأكد على موضوع التعاون جدا مهم. هذا الموضوع أخبارنا. استاذ نائل هذه النقطة بالتحديد يا ما تحدثنا في هذا البرنامج وكنا نقول يوم اللي كنا نسمع عن ضبط ورشات تعبئة مياه مجهولة المصدر أو من الحنفيات نقول يا أخي وين الجيران؟ يعني هون أنت كجار أنت هون كل مواطن سوري هو 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 عنصر فاعل بالمجتمع. وقت اللي أنا بدي أشوف ظاهرة من هذا الشكل وشيء من هذا الشكل إني روح بلغ هون ما اسمه والله عم تقطع رزقه، هون ما اسمه عم تتبلى، ما اسمه والله هون نحن عم نرمي بلا، هون أنت شخص عم تنقذ نفسك وتنقذ مجتمعك. الإبلاغ عن هذا النوع من الحالات هو واجب ديني وأخلاقي ووطني واجتماعي وكل الحالات صحيح. وإنساني واجب حقيقي عندما نرى نحن هذا النوع من الظواهر الغريبة على شيء مثلا محل في قذارة محل في شيء مشبوه وبالتحديد فيما يخص المواد الغذائية وسلامة المواد الغذائية. هنا يجب على المواطن أنه يبلغ، واجبه أنه يبلغ ويخبر ومباشرة في عندكم أنتم لوين دي يبلغ الزبطين؟ هلا نحن يبلغ على 120 وفي رقم 120 هذا شو؟ على شكاوي التموين. نعم. شكاوي يعني على 120 بريف. نعم. دمشق على 119 بدمشق. نعم. نحن جاهزين فورا يعني نحن ما يعني انه يظهر هو كشخص ما في داعي، نحن بهمنا المعلومه تكون صحيحه. نعم. واكيده فالاجراءات رح تكون سريعه. نحن التنسيق بيننا حتى بيننا وبين المحافظات سريع بينه وبين حمص كونه نحن يعني تعرف ريف دمشق مجاوره لاكثر من محافظه. نعم. فبيتم هذا التنسيق بشكل مباشر يعني. طيب هلا نحن بنحكي كمان بالناحيه القضائيه انه هلا ما بعرف انا كيف يتعامل القضاء مع هذا الموضوع، بس تخيل انه انتم تروحوا تتحروا عن هذا الموضوع وتضبطوه أو يجوا الأمن الجنائي ويداهموا هذا المكان مثلاً ليلاً ويضبطوا العناصر ونعرض العناصر للخطر، قد يواجهوا معارضة، قد يواجهوا إطلاق نار، قد يواجهوا مواجهة مثلاً تمنع، تجي بعدين تأخذوا والله من سجن يتحول للقضاء يوم بسنتين يوم يطلع. يعني لا أحكي لك موضوع، نحن هذه الضبوط اللي عم تصير بيننا وبين الجهات الأمنية بدها تكون ضبوط دقيقة واضحة غير قابلة للبس فيها. دائماً نحن عم نوثق بالصور، عم نوثق بنكون عدد كبير، متن الضبط بيكون واضح جدا بحيث ما نترك مجال لموضوع انه والله يكون في ثغرة بالقانون. طبعا هو المتهم بده يدافع عن حاله يعني، فنحن بنحاول قدر الامكان ما نترك له مجال تكون الموضوع مثل ما هو واقع لا لبس فيه. نعم. هلا نحن مشان هيك بنرجع لموضوع التشدد بالقانون. هلا مثل ما كان في القانون 8 المرسوم 8 تبع التشدد بموضوع المواد التموينية. نعم. هلأ كمان لازم يكون في تشدد بباقي الجرائم خصوصا من الجرائم من هذا النوع. لا هلأ هي تدخل طبعا من الجرائم الشديدة، هي الغش هي اسمها الغش هي، فما ما في كمان ما فيها تهاون يعني، هي تصل كمان من 7 إلى 15 سنة. نعم. بالمواد الغذائية تدخل بصحة الإنسان، ما في تهاون بهذا الموضوع. طبعا يعني أدوات الغش كتير يعني، إحنا من كم يوم تم ضبط حوالي نصف طن من مادة رب البندورة، هي لا رب بندورة ولا شيء، هي عبارة عن برش جزر وبيحطوا له هي المادة. يا أخي إذا برش جزر ماشي الحال. لا بس ما يكون مثلا إنشارة خشب يعني إذا مادة صالحة للاستهلاك أخي ماشي. لا ما دام صالحة للاستهلاك بيحطوا له صبغة، هي صبغة غير صحية يعني. نعم. فبتأخر طبعا بتأثر على الصحة العامة يعني. نعم.
هل حتى الغش هو درجات بالنسبة لتعاملكم معه ولا لا؟ هو والله يصنف تحت مسمى غش؟ لا كله ما في كلياته هذا يعني في غش يعني بالموضوع. مثلا حدا بيغش فرضا بمواد ممكن تكون يعني درجة تانية مثلا أو درجة ثالثة أو يعني مواد غذائية، يعني نحن بنتعرض نحن بنشوف أحيانا أو واحد بحط لسه مادة صناعية مثل ما كنا نسمع نحن عن غش اللبني مثلا مادة سبيداج تبع الدهان، هذا غش، هذا شيء تاني. هلا هون دخلنا بموضوع نحن أحيانا بنضبط مستودعات عمي مثلا مواد مرتجعة، هاي المواد المرتجعة بيشيلوا عنا اللصاقة، لصاقة تاريخ الإنتاج، طبعا نحن مأكدين على اللصاقة أنه تكون غير قابلة للإزالة. طبعا بترجع بتنفتح وبترجع بتنحط بمحلات، بترجع بعبوات يعبها اول مره بيقدر يرجع يسويها. طبعا كمان نضبط كم يوم كمان ضبطنا كميات بهذا الموضوع. بس التعامل مع هذاك الشق غير هذا ما هيك ولا طبعا هذا يعني ولا بتعامل مع انتم على قدم المساواه؟ لا كله مثل بعضه، كله بيتاخذ موجودا نعم مباشره، والجهات الامنيه والشرطيه دائما متعاونه معنا وبشكل سريع. طبعا احنا فورا من اخبار للوزاره فورا بتعطي توجيهات، بحيث اذا بدنا نتواصل مع حدا برات المحافظه فورا الاستجابه سريعه بتكون. نعم. هذا الموضوع هلا طول عمرهم يعني من وقت اللي خلقنا وعينا بنعرف انه الجسم التموين لبيس بموضوع التهم والفساد والرشوه وغيره، بس بهذا النوع من الحالات شلون بيتعاملوا من المراقبين؟ ثق تماما، يعني 95% منهم ما بيبيع ضميره بهيك موضوع. نعم ما بيبيع ضميره، لانه مثل ما حكيت لك المناظر يعني هون ما والله عدم اعلان عن السعر، لا هون ما والله مخالفه مواصفه، هون موضوع مختلف، هذا موضوع مختلف تماما. نعم. مختلف تماما، يعني كثير بنتعرض لهيك قصص، ولكن ان شاء الله ما حدا بيبيع ضميره بهيك موضوع. نعم هلا عم نشوف نحن الطحين هون، طبعا هذا الطحين نحن كمان من فتره اقل من 5 ايام باحد مناطق التل، كنا عم نراقب سيارة صارت شي 3-4 أيام كمان مع الأمن الجنائي بريف دمشق، انضبطت السيارة بالاعتراف الأولي مباشرة، اعترف على وجود كمية منخل وكمية من الدقيق بأحد مناطق الزاهرة. طبعا مباشرة تم إعلام الوزارة وتم التوجيه مباشرة للمكان، وطبعا تم ضبط هاي المنخل، بيبيعوا فيه بياخذوا فيه طحين التمويني بينخلوه وبيرجعوا بيعملوا على أساس أنه هو طحين زيرو مشان يستفادوا من فرق العملة. طبعا سعر الطن عند الدولة بالأفران التموينية الخاصة 70,000، برا حقه 7 مليون، ففرق كبير. هذا الدعم اللي عم تقدمه الدولة، طبعا هذا هو المنخل وهي الكميات، وطبعا في كميات تانية هو عم يعمل كمان موضوع النشا كمان معبى في حشرات هلا بنشوفه كمان. نعم. طبعا وين هو يعني هي عبارة عن ألواح توتيا موجودة بأحد مزارع الزاهرة. نعم يعني بتفضل كيس الطحين، بتفضل كيس الطحين بتغربل أو شيء أو بفوت بالمنخل، هذا اللي شفناه منخل ناعم جدا. نعم هذا هو المنخل. طبعا بيطلع بيرجع طحين أبيض، نسبة استخراجه تكون طبعا بيخلطوه بطحين تاني، ولكن بتطلع أنه هو طحين بياخدوه للمخابز السياحية اللي سعره الربطة فيه حوالي 10,000 ليرة. أيوة. نعم طيب هلا نحن هذا النوع من الحالات شلون بتتعاملوا معه؟ هذا طبعا هي المخالفات الجسيمه. نعم. هاي المخالفات الجسيمه، هذا الطحين التمويني طبعا تم اخذ يعني القاء القبض على عدد كبير منهم، وهلا موجودين هن تحت التحقيق لحتى نحدد مصدر كل واحد شو عمله، وبالمهم بالعمليه كلها مصدر هالدقيق من وين. شكرا جزيل الشكر استاذنا الاسمندر. المرات الجاية بنحكي عن مواضيع تانية بتخص المديرية وعمل المديرية، بس نحن حبينا اليوم انه نخصص فقرتنا بهذا الشق بالتحديد، لانه هذا الشق هام جدا، ونحن بيستهوينا هذا النوع من الكلام والحديث بهذا الامر، لانه يجب دائما ان يبرز هذا الكلام. واتمنى انه ما تتهاونوا انتم مو بس بالضبوط، بنشر المعلومة، بنشر هذه الصور وبنشر هذه الاخبار، وخلي الناس تعرف انه في ناس عم تشتغل بمتابعه الشان الغذائي. شكرا لكم على الاضاءه. الله يعطيك العافيه. شكرا.